الاكزامبل يقول اكزامبل نمبر 3 ديزاين فلات سلاب with for an interior flat slab with drop panels. هذا راح تشوفون drop panels بس ما حدد ان drop panels كم لازم نحن نعمله ديزاين. بس المطلوب من عند الفضاءات باتجاه الاكس اكسس 9.5 متر سنتر تو سنتر، باتجاه الواي اكسس 7.5 متر سنتر تو سنتر. طبعا انا رسمت لك هون كم بي بين باتجاه الاكس بين باتجاه الواي، بس هو مستمر يعني موقف مع السيارات يجوز بين مثلا 15 بيت مسح، بس احنا ناخذ تيبيكال ناخذ واحد من الوسط. الكولوم هذا السبورتد كولوم لهذا الفلات سلاب وذ دروب بانل هو ايش لونه؟ كولوم دائري كولوم سبايرال كولوم، والفاي مالته ايش قداته؟ قطر الكولوم هذا 500 ملم. Assume the surface live load is equal to 3.75. Live load عبارة عن 3.67. And surface dead load is 5 kilopascal included in slab weight. يعني slab weight نحتاج نحسبه؟ لا أستاذ ما نحسبه. include. include خمس. إذا قال exclude لازم نحسبه وخلينا نتوقع. FY 414 FC prime 25 ميجا باسكال normal concrete and the column height is 3.65 meter. ليش قال لك كولوم هايت دائما؟ حتى انت تعرف انه هذا شورت كولوم مو لونج كولوم. طبعا بس ناخذ الاوت كم مال المثال حتى. هاي ايش قلنا 500 ملي وهذا المسافه من هون الى هون 9 نص متر هذا 7.5 عندك بعد اف سي برايم 25 ميجا باسكال اف واي 414 ديد لود يساوي لي ايش قد 3.75 لايف لود استاذ يمكن بالعكس الخمسه هي الديد لود خمسه ديد لود واللايف لود 3.75 سيرفس اسيوم سيرفس لايف لود 3.75 بعدين نطفي البرزنتيشن وايضا راح نعمل جدول مثل هذا الجدول حتى بعدين نطلع اول شيء نعمله في لحل المساله هذه انه نحاول نوجد الاوزان الحقيقيه الصحيحه الصافيه كيو ال 2 بعدين لازم نوجد ايش؟ نوجد المومنتس الموجود علينا وبعدين نقسم الى كولوم ستريب وميدل ستريب وبعدين نروح نشيل. اول شيء لازم احسب ايش؟ كيو ال 2 كيو ال 2 يساوي لنا ايش؟ 0.2 ماش تطلع زائدا 3.75 في 1.12 12 كيلو متر متر سكوير. ثاني شغله لازم احسبها اللي هي اشنو؟ ال ايدج اللي هو سقف السلاب. بالعاده احتمال انا اجيب لك بالامتحان ازيوم ايدج يساوي لنا هالقد روح تاخذ هذا الايدج ما تاخذ لي غير ايدج واضح يا شباب؟ يعني بالامتحان عم الاول او قبل العام الاول كلك انتم اجيب لهم يوز ايدج هلقه خلاص انت لا تدوخ راسك استخدم الايدج اللي انا اعطيته لك اياه وصلى الله وبارك استخدم الدروب هلقه روح استخدم الدروب هلقه يعني لا تستخدم يعني لا تعمل هالشكل مثل ما انا صراحه عملها نطلع لي ارقام مختلفه عن الارقام اللي انا اعطيته اذا اعطيتوك بالهنت استخدم ايدج هلقه لا تعمل هاي الخطوه فايش راح يكون عندي؟ ال يو على 33 راح يكون عندي 9500 على 33 ايش راح يساوي لنا؟ 288 بالضبط 288 اوكي صح
تطلع بالبوينتر. لا بس اي اشهد 87 مثلا 300 احسن اي يعني 300 معناته دي كم هون؟ بما انه لحظه هذا الشباب هل لازم تكتبون عليه؟ شوف عندك 9.5 متر 9.5 تعرفون ايش قد فضاء؟ يعني الاستقبال مالك اذا 5 امتار هذا تقريبا ضعفه، فضاء كبير يعني، فمستحيل تحط بينه حديد صغير ابو ال 12. هالمره هون ايش راح نستخدم؟ حديد ابو ال 16 يعني ازيوم نحن راح نستخدم ايش؟ ازيوم هاشتاج ابو ال 16 راح نستخدم بحياتنا. فدي داش ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا 25 زائدا 8 3 و3 معناته الدي افكتيف دي ايش راح يساوي لنا؟ 300 ناقصا 33 ايش راح يساوي لنا؟ 267 67؟ اي نعم. هسه لازم هذا 267 ايش يصير بينه؟ لازم يكون ايش؟ لازم يكون سيف فور one way shear for punch shear for pitch. هسه نحن خلينا نفترض انه ايش ما عندي دروب، حتى تعرفون اهميه الدروب. خلينا نفترض انه ما عندي دروب، نشتغل مثل القديم ونفترض انه ما عندي دروب حتى اشوف هل فعلا الدروب اللي هو دور اللي هو تاثير ام لا. يعني ازيوم البدايه نو دروب، اذا احتجنا دروب نحط دروب، بالرغم من ان هو قال ايش؟ قال حط دروب. ازيوم ذير از نو. هسه اول شيء ايش نعمل؟ لازم تشيك وان واي شير. هذه وان واي شير انت بتحسبوها، يحتاج نعملها نحن؟ خلينا نروح نعمل بانش شير وان، لانه دائما الون واي شير ايش تطلع؟ يطلع سيف. اوكي يعني ما في مشكله، الخطر وين عايصير؟ البانشي. هذا اوكي راح يطلع، تعملون انت ما محتاج مشكله. نعمل تشيك فور تو وي او الايش البانشي. ان البانشي شير ايش يعمل؟ ياخذ جزء من السقف وينزل والباقي كله ايش؟ ينزل وهذا يبقى فقط. فاحتاج اعرف ايش؟ احتاج اعرف ارسم هذه اللي رسمناها على الرساله. هذه ايش قدرتي؟ 500. والكراكد راح يصير بهالمكان بالشكل هذا. قطره ايش قدرتي راح يكون هذا الكراك؟ راح يكون دي اوفر 2 من يعني 500 زائد يعني 500 زائد دي. عافيه. دي اوفر. فمعناته ايش قصة عندي؟ 500 زائدا 200 767 يساوي لنا 700 67 67. نعم هسه نحسب الدي نوت، محتاج الدي نوت هون. راح يكون عندي باي في ايش؟ 2.767 طلع 2.4 بعد 4 4-1. هسه نجي نحسب الايش؟ نحسب في 2 في 2 ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي اللود اللي حسبناه 12 في ال باتجاه الاكس ال باتجاه الواي ناقصا ايش؟ باي اوفر 4. هاي المساحه كلها باي اوفر 4 في ايش؟ في الدي. الدي ايش قداتي؟ طبعا هاي اذا دخلتها بالمتر هذه راح تكون بالمتر ايضا، فلازم يكون في المتر. 2.767 هذا ايش قداتي؟ 9.5 واللخ ايش قداتي؟ 7.5. ايش اعطانا؟ يعني راح يصير 9.5 في 7.5 ناقصا باي اوفر 4 في 0.767.
هتطلع 849 معناته دي اللي احتاجه انا ايش قداته راح يكون دي 2 واي شيء احتاج قلنا 3 دي 2 اكس على فاي اي على فاي في لندا سكوير روت اف سي برايم بي ايش راح يعمل في النهايه راح تعطينا 3 في 850 الف معناته صحيح مضروبه في 0.75 مضروبه في 1 مضروبه في 25 تحت الجذر مضروبه في بي نوت البي نوت اشقى راح تكون عندي 2400 حتى ليش حتى كل الوحدات بالمليمتر 282.15 معناته حتى لا يصير بانش شير لازم ايش خلي يكون الدي 200 هذه راح تكون اكبر من 267 معناته اشنو هنو اوكي لازم نغير إذا غيرنا راح إيش نعمل؟ غير قيمة الـ H. ها هذه ما نقبل ما قلنا نلعب هاي الحركة. هاي الحركة ما قلنا. نريد نعمل حركة ثانية اللي هو use drop ليش ما نستخدم؟ drop panel اللي هو راح نعمل drop panel. راح نزيد هذا البانشير هون اللي عايزير نزيده إيه هون نحط إيش بهالمكان هذا فقط نزيد سمك واضح حتى يصير اقتصادي فأجي إيش أعمل أجي أعمل design for drop إيش على أربعة design for drop أول شيء أجي أعمله لازم أرسم لي فقط drop أمان حتى ايش هي الوضع اجي اقول هذا ايج ايش قد كانت 300 ملم ما عندي مشكله طلع عندي ايه هاي المسافه هذه ايش راح تسمونه هذا دي دي على 4 دي هذه لازم يكون ايج على 4 يعني هذا اكبر من يعني اكبر من 75 دي راح يساوي لنا هذا 100 375 سي اشقد 100 ليش 100 ليش ما 90 ليش ما 80 شوف انت عندك فضاء 9.5 متر انت اجي هذا متر ما زيد قليلة لا زيد شوية هذه مجال يعني هذا إذا طلعت 75 وعملت 150 هم حلو ليش لأنه هذا عقلك أقل شيء هذا مينيموم هذا يعني ممكن أنت تقول هذا شيء 150 ليش أول 150 هو عبارة عن إيش قداتي يعني شيء قليل يعني عبارة عن طول هذا بس فقط هذا سو لاحق علينا هذا إيه هذا 115 سنتي إيه هذا طوله 15 سنتي يعني فقط على زيد السقف 15 سنتيم وين فوق العمود يعني ما ازيده في مكان في مكان كبير وعد تستحلك خرسانة كثيرة وعد تودر كثير لا عد خليها في مكان مركز فما مشكلة حتى لو عملت 105 فأنا أقول 100 طيب إيه هوني هسه ايش قد صار قيمة الدي 400 يكون عندي وهذا راح يكون عندي ايش؟ واضح؟ معناته دي بالحالة ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي اوفر دروب فقط فوق الدروب ايش راح يكون عندي دي؟ راح يكون عندي 100 زائد 267 367 300
67 ملي. وهذا اكبر من ايش قد نحن نحتاج حتى اذا سعده بانشير 200 وايش قد 289 كذا بشمال 289 هيك انا واضح ما يحتاج نحسب بانشير بينه ما راح يصير بل عندي هاي المسافه اكس 1 وهاي المسافه اكس 2 ايش قد اكس 1 راح يساوينا بالضبط 9.5 على 6 1.5 يعني 6 اوكي يعني تقولون هالشكل ما تقولون نحو الاقل نحو الاكثر معناته هذا الطول منه عندي راح يكون عندي 3.2 متر هذا باتجاه الاكس باتجاه الاخر هذا الاتجاه كم هذا باتجاه الواي باتجاه الاخر راح يكون عندي 7.5 على 6 1.25 معناته الواي يعني الدروب راح يصير بالضبط هالشكل هذه ايش قد راح تكون عندي 2.6 متر وهذه 3.2 متر 3.2 وجواتي اكو كولوم ايش كانوا كولوم دائري دائري وهذا عمقه ايش قد ذاته 100 وهذا عمقه اوكي 300 تخيلت لنا شلون صارت هاي طيب تم شلون صار؟ المفروض دائري يعني الكولوم من جوا دائري والله متونه دائري ما عندك شيء يعني صراحه هاي اوكي تخيلوا الناس شلون هذا صار بالضبط لانه لازم يكون له 2 دايمنشنز اوكي دكتور بس 300 شنو هاي التكنس مال ماي سلاب زاد الروم بس سلاب لا فقط السلاب جواها تنزل الى هنا الى هنا هاي جوا جواها تنزل 100 يعني بالضبط اذا رسمناها ايضا اذا رجعنا رسمناها مره ثانيه استاذ لا تعمل خطوط منقطه حتى تبين انه جوا مو مشكله هسه هذا ايش راح تكون 300 هذا 100 هذا 400 كذا هذا وهذه راح تكون عندي ايش قد 3.2 في 2.6 يعني هذا راح تكون 2.6 تمام تمام دكتور واضح يا شباب وهذا العمود هسه الباقي تصميم راح يكون تصميم عادي رمادي بس هذا الفرق اللي صار يعني فقط غير هذا ما عندي اسامي هذا ايش قد قلنا هاي 9.5 اذا 3.2
هذا أشهر راح يكون سبعة ونص، وهذا راح يكون عندي أشهر 2.67. ام هون راح يكون عندي كولوم سكريبت، ام راح يكون عندي ميدل سكريبت. راح اخذ ايضا عندي 9.5 متر وعندي 7.5 متر، ام هون الاقل وال 7.5 على 2 3.75. هذا بس حتى نعرف منو منو الكولوم ستريت، ولو هذا صار حيل قليل هذا راح يصير 3.75، وهذه ايضا 3.75. طيب هسه اذا رسمناه هذا الوسط ايش قد صار؟ ايش قد بقى؟ شوفوا عندك من هون 3.75 على 2، ومن هون الى اي هون 3.75 على 2 فصار 3.75. اذا رسمناه ايضا يعني كان هذه اشتغلوها بس افتح ورقة هذا راح تكون عندي اول شيء هذه راح تكون عندي الكولوم بس والبي مالته ايش قد هذه 3700 هذا الكولوم باتجاه الاكس اكسس عليه نحمل على نفس الورقه نفسها عليه نحمل دبليو ايش قد ذات الدبليو راح يكون عندي هذا المسافه ايش قد 12 راح يكون 12 90 هسه لازم ايش احسب احسب هذا الى وجه العمود، وجه العمود ايش قد راح يصير عندي؟ 9 متر عدد، ليش؟ لانه 9.5 ناقصا 0.5 واضح؟ اللي هو واضح؟ لان هذه من هون الى هون 9 وهذا العمود مالته 0.5 تمام طيب هسه ظل عندي ايش؟ ظل عندي اللي ارسم اللي بعده هذه لازم تكون مقفوله ليش مقفوله؟ لانه هاي ميدل ستريب البي مالتها ايش راح يكون 3750 واضح يا شباب؟ نرجع نحسب المومنت ام نوت اللي ام نوت ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا 90 دبليو في ال يو سكوير على 8 راح يساوي لنا 90 في 9 تربيع على 8 ايش راح يساوي لنا؟ 911.25 اوكي نرجع هذا بس نعمل توزيع مومنت از ايكوال راح نعيده 912 نجي نرسم ايضا ناخذ باتجاه الاكس اكسس ما راح ناخذ المحاضره الجايه او انتم لازم تعملون باتجاه الواي اكسس
راح ناخذ اسع كولوم ستريت ماين مدل هوني نيجاتيف هوني نيجاتيف اكو هوني اكو بوزيتيف الفاكتورز اي شيء هون ايش راح يكون استاذ 192 192 و 148 و 128 بس هذا هذا تمام هسه نجي ايش نعمل نجي ال بي 2000 أو 3750 أستاذ 3700 نعم أستاذ من جمعناهم هذول أستاذ طلع 913 عادي؟ عادي 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 واحد سوا من جمعناهم ما مشكلة 913 ما تفرق عادي شوف أرجع وأقول لأنه وقت تسجيل ما أطيق أحكي يعني حكي زايد إذا واحد مضروب 700 911 أو 12 طلقة إذا انضرب 900 وطلقة زيدي يعني تفرق عنده شيء بعد يا دكتور نحن ما اسمين 48 47 بوينت وال 28 27 بوينت هاي البوينتات يعني حتى البوينتات هاي البوينتات يعني واحد مضروب 148 طلقة وجبت 0.5 طلقة بعد ما تفيد يعني هو مضروب ما تأثر تماما يعني لازم تخيل الرقم FC برايم 25 F1 يلا يا شباب القانون اللي ما علم درجة استاذ بس الدي ايش قال الدي ها ها كان نقول حطينا دي دي ايش قال الدي 260 ايش قال كان ايش قال 200 300 لا 200 اشهر تاخذون 200 ونفس لا لا 267 ما بالله 260 67 ليش 267 ما ناخذ اكثر من غيرهم؟ لانه ما اريد انا اكبر يعني هذا الدروب فقط وين يكون؟ فقط فوق العمود يعني هذا الدروب فقط اعطاني سيف للايش للبنش كيل بس ما يلعب او ما له دور كثير وين بالمومنت وما هذه تسليح ايضا لان حديد التسليح دائما نحطه يقاوم ايش ريزيست ايش ريزيست الفلكشر البندنج مومنت اوكي نحن اللي عملناه قبل شويه هو حتى بس ايش لا يصير عندي بنش كيل استاذ 0.47 الرو 0.47 يلا شباب البقية حتى زيد اللي يحسب بس محمد صلاح معي صلاح نحسب بس محمد يلا اخو يلا دكتور نحسب ايش انا يلا ريان انت زيد نعم دكتور معاك حاجة ترى العيرو ما يقبل
الحاسبة ما عاد تقبل. هذا يطلع ايرور عندي. دكتور الكل وياك مو شرط اللي تحسب. يلا مش مو انا قصدي شنو علي خزعن، انا قصدي اريد الكل تحسب، حتى مو بس بالامتحان تحسب، اريد هسه عم تحسبوا وياي حتى ما يصير عندكم مشاكل بالامتحان، حتى اذا طلع فد رقم غلط هسه تعرف ايش طلع. 0.19 شنو مشكلته؟ شوف هذه صارت 19، يحتاج نحسب الباقيين؟ لا لا ما يحتاج، ما يحتاج. فأي إيش راح نحسب مينيموم؟ راح يكون عندي 0.2 على 100 في B 3750 في Edge. Edge إيش قداته؟ 300 2250 هسه عايش عندي اس. هاي احسبها ايش قد يعطينا؟ هاي 0.47 على 100 اضربها في 1000 3000، يعني لازم هذه تنضرب هالشكل رو في بي في دي اللي هو 0.47 في 3000 في 260 تطلع 4505 بتاعه 510 اوكي تمام. هذا ايش راح تطلع لنا؟ بالله احسبها 0.2 0.19 سادي يطلع 1902 افتح هون اي اس ريكواير المطلوب. هون ايش كان عندي؟ 4000 هذه يهمل، هذه يهمل هون، هذا يهمل هذا يهمل هذا يهمل 4510 2250. دكتور بس عندنا اول رقم، اول رقم يمكن غلط، 4705 يطلع 0.8 ما مشكلة انا زيدتهم 4500. لا دكتور انت اخذت 4510 هو 4705 700 4705 يلا دكتور ايه هوني ما ننسى، هوني ما ننسى اشقد عندنا قيمة الهاشتاج ابو الاشقد ابو 16 ابو 16 ابو 16 201 يطلع 201 201 بس تقسم 4710 على 201 اشقد يساوي لنا؟ لا 23.4 بس احنا ناخذها من كل 25 مثلا 24 دكتور 24 اللي بعده بس احنا نقول 12 12 ها هي خلصت بس نروح نوزع هسه نفس الطريقه السابقه ارجع واقول هون نفس هذا نقول كولوم هاي عندي نيجاتيف
هذا ايش قد هنا طلع عندي؟ طلع عندي 24 هنا طلع عندي 22 هذا NOS هذا الحد الدستي 12 هنا 12 هنا 12 حسنا راح اوزع هذا التسليح شوف باوع شو ما احسن على هالشكل راح يكون اوكي وهذه ايضا لازم تكون موجوده طيب هذا ايش كده انا مقمنا 300 هذا 100 وهذا 3.2 في 2.6 مو صحيح؟ نجي أول شيء على هذا راح نقول عليه إنه هذا section in column set strip بالcolumn strip إيش خلاص راح يكون عندي section بالcolumn strip راح نأخذ النيجاتيف البوزيتيف كنا مثل ما قلنا لازم نباوع على من نباوع على البوزيتيف البوزيتيف ايش قد عندي؟ عندي 12 فراح احط ايش قد؟ اذا الجو 6 6 هاشتاج 16 ST هاشتاج 16 ST هذا وبعدين اخلي شنو؟ ستة عشر تاج 16 بينت. أوكي. هنا أيضا إجاني ستة. هم جين ستة. هنا ستة هاشتاج 16 بينت. واحد. وهذا ستة هاشتاج نفسه اثنين. ايش قد صاروا؟ صاروا 12، ايش قد احتاج انا؟ 12 احتاج 12 وراح اخليها باللون الاحمر هالشكل ارسمهم احطه وين؟ فقط فوق العمود الاحمر راح اسميه 12 هاشتاج 16 هذا راح اسميه ايش؟ اديشنال الاضافي هذا بالايش؟ السكشن اللي هو كولوم ستريب طلع عندي شنو؟ طلع عندي النيجاتيف دكتور هذا الجو ما يتسلح هذا الجو الماي 100 لا ما يحتاج هذا بس كونكريت حمل كومبريشن ما يتسلح واضح؟ تمام نفس الكلام يعاد هون بس هذا ايضا نعمله ايش؟ نعمله مقفول. هذا سكشن ان ايش؟ ان ميدل ست لتر. بالميدل ستريب هسه ايش عندي يعني عندي راح اخذ شنو مثل ما اخذنا قبل شويه ماشي راح اخذ البوزيتيف تمام ما بعرف هذا اخذ فقط البوزيتيف 12 فاذا احتاج 12 احطه هنا 6 6 هاشتاج 16 ستة هاشتاج 16 راح يكون بنت نعم ها
هون من الصفحة الثانية أيضا جتنا ستة كمان احتاجوني وانا ايش احتاج 12 اصلا هم جونا 6 في 6 12 يعني احتاج تخلي شيء هون لا ما احتاج قاعد اشتغل طلع الله واضح واضح الخطوه الاخيره انه بس ارسم كل شيء لانه نحن لغه المهندس اللي هو الرسم اخر شيء لغه الرسم هذا اللي اخذت بس سكشن هذا السكشن واحد بالكولوم ستريب هذا الكولوم ستريب اللي هو بينه اديشنال يم الكولوم ايش قد 12 واللاخ اللي ما بينه اديشنال بس نشوف كيف راح يكون على ارض الواقع بالسكشن بس رسم خلصت هذا الشيء اللي يعني بس. هذا اخر شيء انا اريده الباقي كله ما اريده يعني هذا اهم شيء يعني مهم هذا اهم ما موجود في ليش انه هو هذا فقط اللي راح ياخذه المنفذ راح يكون دروب فوق كل كولوم 3.2 متر باش قد 2.6 متر هذا راح يكون مسافه طبعا نص متر هاي المسافة 9.5 نفس الكلام هون هاي 3.2 متر وهاي 2.6 متر هذا راح أشر له هي الشكل وأقول عليها دروب هذا أيضا دروب وتقول له إيه هوني دي equal 100 مليمتر اللي هون تأشر له هالشكل المكان قل له slab thickness is equal أشخد 300 مليمتر اوكي يعرف هون اكو دروب والدروب 3.2 بهالخط شوف هاي كلها ما كانت معلومة من البداية هسه صارت معلومة ظل عندي شنو؟ ظل عندي التسليح لازم اوضحها بالبلان هذا اللي هو التسليح لازم اشوف التسليح وين يصير طاوش عندي يعني عندي هاي المنطقة اللي راح أأشرها هالشكل هذه شنو هاي؟ ميدل ستريب هاي المنطقة الكولوم ستريب فأأشر له وحدة من الكولوم ستريب ووحدة من أقول له هاي 3000 وش قد كانت؟ 750 وارجع اخذ هذا شوف انا ايش عندي هسه بالبوزيتيف هذا ايش هذا الكولوم ستريب بس هذا سكشن بالكولوم ستريب ارجع ارسم له هو هون بالبلان اجي اخلي له مسطره مثلا بالشكل واجي ارسمه هالشكل نعم ارجع ايش اعمل وارجع الصفحه ايضا هذا 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 الصفحة الثانية بس بقى الاديشنال عافية ماشي احنا نرجع نخلي الاديشنال اوبن هون خلينا شوية اطول نشوف المسافة هلا راح ارجع اكتبه بس اكتبه ايه هون لازم الكتابه تكون كتابه مرتبه ايضا هذا قلنا ايش قلت 6 6 اضبط 16
16 اس تي هاي ترجع هي 6 بنت وين هو طيب هاي الشكل هنا ما هو 12 هاشتاج 16 اديشنال هذه تخليها على وحده منهم يعني ما يحتاج هون ايضا تكررها يعني هو يعرف ان هذا التصريح فوق الكولوم ستريب هذا ينفذ لك هذه واضح هاي شو ضل عندك الوسطي ميدل ستريب ايضا لازم تعمل له وين ايش راح يكون عندي؟ 6 او 16 6 وهذا 12 6 او 16 هذا هو غيره هذا ما عندنا طبعا بالمناسبه لو كان عندي ولو كملنا مره ثانيه وكملنا باتجاه الطولي ايش راح نعمل؟ نفس هذا راح يكون بس ايش بينه هذا؟ راح يكون الشكل ايضا يعني راح يقطع يعني نستخدم رسم وحده ولا فوقاته؟ لا لا فوقاته هوني تحت تاخذين لي هذا وتأشرين ايضا احمر وهوني مثل هذا تخلينه هوني بس وحده الوسط هوني بتصير يعني فوق هذا بالضبط يعني فوق هذا تصير هالشكل تحت الصوره ايه خوش سلمى راح يصير ازدحام هيك لا لا بالاوتوكاد من تكتب ويطلع حيل مرتب لانه هوني انا احاول اكتب واعمل والكتابه هنا تتحمل بالفونت وهذه طبعا هو تسليح لازم شايف التسليح عشان يصير بالسقف من يصير همز لحمز اوكي انا خلصت اللي عنده سؤال خلصت استاذ طفي التسجيل حتى عشان يعني التسجيل